من هذا التقرير الخاص بكرة القدم النسائية إلى تطبيق ملاعب، هو أحدى التطبيقات الرياضية المميزة والموجودة في تليفون معظم الشباب اللي يحبون الكرة. الشيء الحلو في هذا الموضوع أن هذا التطبيق مفكرة وتطبيق شباب بحرينيين. اليوم في الملعب نستضيف ياسر عبد العزيز الشريك المؤسس لتطبيق ملعب. أهلا ومرحبا فيك في الملعب. شكرا مريم وشكرا على استضافتنا. أهلا وسهلا فيك. في البداية نبي نتكلم عن هذا التطبيق حق الناس اللي ما تعرف شنو هو التطبيق. فتطبيق ملاعب يخلي المستعملين يدخلون على التطبيق. نعم. يقدرون يشوفون الملاعب الموجودة في مختلف مناطق البحرين وبعدها يقدرون يحجزون الملاعب اللي يبونها. فالفكرة من التطبيق إن احنا نبي نكون مثل ما تقول المجتمع للمحبين كرة القدم في البحرين في الخليج وإن شاء الله بعد زيارة عنهم. هذا هو التطبيق، تقدر تنزله على إذا كان عندك أندرويد أو آيفون. ايه أبل بالضبط. فهو موجود على الجهازين وعندكم يعني في البداية قبل أن نتكلم عن طريقة الحجز وغيرها، شلون جاتكم هذه الفكرة؟ ليش قررتوا تسوون هذا التطبيق؟ أنا طبعاً من محبي كرة القدم وألعب يمكن مرتين ثلاث مرات في الأسبوع. فالفكرة جات يمكن من شوي معانا كنا نمر فيها، إن لما نبي نحصل ملعب نحجزه كان يمكن ياخذ لنا ساعة 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 ونص لما نحصل ملعب، فبعضهم يمكن ما يجاوبون، بعضهم في الليل يتصلين فيهم ما يردون، لأن في النهاية أصحاب الملاعب مثلنا يعني ناس بحرينيين وما يقدرون يفرغون طول وقتهم حق الملاعب مالتهم. فبعضهم يمكن ساعات الدفتر ما يكون عنده فيقول لك اتصل فيني عقب. بالضبط. فكانت مشكلة. فمن هذه بدينا نفكر إن شلون ممكن نحل هالمشكلة. كلمت شوي من الشباب، كلمت من ربعي يعني. وعقب بديت فكرت في الابلكيشن، التقيت باحمد شريكي وهو كان بعد عنده نفس الفكره وكان يشتغل على شيء نفسه، وبس منها يعني بدينا نشتغل عليها والحمد لله كل شيء كان اوكي يعني. فيعني علشان انتم تطبيقكم ينجح اكيد لازم تتواصلون مع اداره هذه الملاعب، شلون قدرتوا تتواصلون معاهم وتشركونهم معاكم في من خلال هذه التجربه؟ فاحنا قبل لا نطلق الابلكيشن سوينا دراسه وماركت ريسيرش حق السوق في البحرين. كلمنا بعض الملاعب وطرحنا عليهم الفكره وقلنا لهم يعني هل انتم اذا موجود الفكره بتستعملونها؟ شنو المشاكل اللي تواجهكم؟ شنو الاشياء اللي تبون نحلها؟ وعلى هالمنوال يعني بدينا احنا بعدد محدود من الملاعب كفتره تجريبيه كانت. والحمد لله كل شيء مشي اوكي، ومنها يعني بدينا نضيف ملاعب، نضيف اشياء، نعدل اشياء. ومثل ما قلت لك الحمد لله يعني حاليا كلهم مرتاحين ومستانسين منا. ولازم احنا يعني في النهايه ما نقدر احنا نستفيد او احنا ننجح بدون الملاعب اللي هم ينجحون بعد. يعني يصير التواصل دايركت من الابلكيشن الى عندهم هناك في السيستم او يمر بقنوات مختلفه. فاحنا نوفر لهم النظام كامل مال الحجوزات يتم عندهم، فحتى هم ممكن يعني حتى لو الابلكيشن ما كان موجود حق الحجوزات احنا نوفر لهم نظام كامل للحجوزات. فهذه النظام يقدرون يدخلون حجوزاتهم، يقدرون يدخلونها لمده سنه حتى يعطيهم الاكونتنج حق الملعب مالهم، مثلا كم يدخلون في الشهر، كم يدخلون في اليوم مثلا. حلو، يعني اللي بيشترك معاكم من خلال يعني من هذه الملاعب راح ايضا يستفيد. بالضبط بالضبط. فاحنا قلنا يعني لازم يكون في فائده مستفاده من الطرفين يعني. فاذا هم مستفيدين وهم مرتاحين الشيء بيرد علينا بالايجاب يعني. بالضبط. بديتوا وقلت لي بعدد محدود من الملاعب، حتى الان وصلتوا الى كم ملعب؟ حاليا تقريبا عندنا في البحرين 27 ملعب. 27 ملعب. إيه. وان شاء الله مخططين ان نزيدهم بعد. وفي الكويت حاليا عندنا 16 ملعب تقريبا. حلو، وصلتوا للكويت. اي الحمد لله. وفي السعوديه حاليا عندنا 3 ملاعب، بس ان شاء الله على نهايه هالشهر مخططين ان نزيدهم بشكل عودي يعني. جميل، يعني لو نتكلم بتفصيل اكثر عن التطبيق نفسه، شنو المعلومات اللي توفرونها للمستخدم؟ فهو المستخدم اول ما بيدخل بتشوف الملاعب، وفي الصفحه الرئيسيه يقدر يشوف المنطقه، السعر وصور حق الملاعب. عقب لما يدخل على الملعب اللي يبي يحجزه يقدر يشوف صور الملعب، يقدر يشوف اللوكيشن مال الجوجل مابس، ويقدر يشوف الفاسيلتيز بعد اللي في الملعب، فمثلا يوفرون كره، يوفرون ماي للشرب، يوفرون مثلا هل في شاور، هل في تويلتس، كل هالامور. وعقب يقدرون يشوفون الاوقات المتوفره والمده اللي يبونها والسعر اللي يعني راح يطلع لهم. طبعا
طبعا انتم شفتوا اقبال جيد في البدايه، وصلتوا تقريبا 1000 حجز من 9 شهور، ولكن الان وصلتوا الى 3000 حجز لحد الان. الحمد لله. شلون يعني شعوركم في هذه اللحظه؟ والله الحمد لله. هل تشيكون كل يوم؟ انا يمكن شوي حاتي اكثر، انا طالع عندي، بس لازم احنا كل شهر عندنا التارجت، حتى ساعات ربعي يحجزون واقول له ها حجزت الساعه 9 مثلا. فاحنا دائما عندنا التارجت مالنا كل شهر، وحاطين في بالنا كل شهر عن اللي قبله نحتاج ان نزيد. بالضبط. الحمد لله يعني وايد مستانسين، بس في نفس الوقت ما نبي نفقد التركيز لان عندنا خطط اكبر واهم يعني في المستقبل. ف شيء حلو ان دائما تشتغلين على شيء تحبينه وكذي. بالضبط. شعور زين يكون يعني في النهايه. يعني الحين مستخدم او واحد لاعب يبي يلعب ويا الفريق، دخل على الابلكيشن ملاعب، هل العمليه سهله ولا صعبه علشان هو يحجز؟ يعني شلون تتم عمليه الدفع؟ هل لازم فيزا كارد ولا هو يعني تقدرين تقولين بثلاث طقات يقدر خلاص من يدش على الابلكيشن لين ما يحجز؟ 3 كليكس ها؟ 3 او 4 يمكن، مو متاكد، 3 تقريبا. فمن ما يدش لين ما دي 3 كليكس يشوف الوقت، يشوف الكونفرميشن، عقب يطلع له انه يقدر يدفع كاش في الملعب، لان تعرفين الشباب هني عندهم القطيه، الواحد يحط دينارين دينارين وبعد هذه. وعندهم الاوبشن بعد مال الكريدت او الديبت كارد يعني. اوكي. فعندهم الاوبشنين ويقدرون هم يحددون اي خيار يحتاجونه ويدفعون. حلو. اكيد كل فتره عندكم تحديث حق التطبيق، وكل مره عندكم فكره جديده. اخر فكره كانت عندكم هي الفرق. ممكن تكلمنا عن هذه فالفرق احنا يعني من اول ما قعدنا نسوي الابلكيشن قلنا ما نبي يكون الابلكيشن بس حجوزات وخلاص. قلنا لازم نسوي شوي يعني مثل مجتمع حق الكره، لان في النهايه اللي يحبون كره القدم مثلا ما عندهم بلاتفورم اونلاين انه يجمعهم كلهم ويا بعض. فالفرق يمكن هاي اول شيء نزلناه وبنسوي اضافات زياده. فرق يعني اذا انا عندي مثلا فريق والشباب اللي العب معاهم اقدر انزل الفريق. وعقب اذا شفت مثلا فريق مثلا اذا بنلعب يوم الاربعاء اقدر اتحدى فريق ثاني، واذا هم يبون يلعبون في الوقت والملعب يعني يسوون اكسبت، وحتى لو ما اعرفهم حتى لو ذي اقدر اشوفهم ونتعرف. وكان عندكم يعني حجوزات كثيره من هذا النوع، انه مثلا فريق ما يعرف الفريق الثاني بس انه حاجزين في نفس الوقت؟ احنا تونا قبل يمكن اسبوعين نزلناه، فالحين صاروا شوي تشالنجز، بس للحين ما صار ان واحد منهم التقى، بس ان شاء الله يعني حتى المفروض ان الاسبوع الجاي ان شاء الله بخبركم اذا صار التشالنج. حلو. عندكم ايضا فعاليات وخدمات تقدمونها من خلال التطبيق، عندكم فانتسي بعد؟ تلعبين؟ انا لا العب فانتسي. فعندنا الليج مال الفانتسي اللي هو حق البريمير ليج، وعندنا بعد نسوي بين فتره وفتره دواري بطولات يعني علشان مثل ما قلت لك نبي نجمع المجتمع الكروي يعني. حلو. يعني شفتوا اقبال حق الفانتسي خصوصا بان احنا الشباب عندنا كلهم على الفانتسي. بالضبط بالضبط. طول الوقت تشوفه وين قاعد يغير تشكيله، تشوفه ما لعب زين اليوم بشيله الاسبوع الجاي. بالضبط بالضبط. فانا بروحي يمكن في الليج ومن التوب 5 يمكن. من التوب 5. ايه. فعندنا يمكن اكثر من 100 بارتيسيبنت في الفانتسي ليج. وتونا قبل جوائز اشياء اكيد لهم. في جوائز شهريه وراح يكون في جائزه كبرى يعني حق اللي راح يكون الفايز بالليج كامل. وسوينا قبل فتره بطوله كانت في ملعب ويمبلي في عذاري بمناسبه افتتاحها، والحمد لله كانت ناجحه، وحتى كان في فريق من السعوديه يومين من السعوديه ولعبوا عندنا ورجعوا يعني، فالحمد لله يعني. حلو. يعني حساب مميز ويستحق الاشاده وان احنا نروج له، لانه هو حساب بحريني وتستاهلون كل خير. شنو جديدكم بعد هذا كله اللي احنا عرضنا؟ هل عندكم شيء جديد راح تقدمونه؟ اكيد احنا دائما نبي نضيف، نبي نزيد، وناخذ الفيدباك من اليوزرز عندنا ونحاول نحل لهم مشاكل، نحاول نسوي لهم اضافه حلوه. حاليا يمكن الفوكس مالنا ان نبي ننزل الابلكيشن في الخليج. فحاليا مثل ما قلت لك في البحرين، في الكويت، في السعوديه، وعندنا خطط ان نبتدي في عمان، في قطر، في الامارات. فحاليا الفوكس مالنا ان ننزل الابلكيشن في الخليج كامل، عقبها ليش لا يمكن بعد طالعه مثلا في تركيا او في مصر او في المغرب. بالضبط. ما في شيء يعني يمنعنا، فان شاء الله يعني بتوفيق الله موفقين ان شاء الله، وان شاء الله نشوف حسابكم من الحسابات اللي العالميه ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، توفيق لكم.